أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم ثنايا الخبر. كنا تناولنا في ملفنا الأول ملف الفساد الإداري والمالي والعسكري في صفوف هيئة تحرير الشام، كما سنتحدث في ملفنا الثاني عن خطوات ما بعد الدوريات المشتركة بين واشنطن وأنقرة شرق الفرات. لكن قبل ذلك دعونا نذهب وإياكم مشاهدينا إلى آخر التطورات لهذا اليوم. مقتل مدني جراء قصف النظام على بلدة جرجناز في ريف إدلب الشرقي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن على تركيا الإسراع في إنشاء المنطقة الآمنة، ويصرح بعدم قبول إرسال ما يقارب نحو 50,000 شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر إلى من وصفهم بالإرهابيين. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن نيتها إرسال وفد عسكري أمريكي إلى أنقرة لزيارة مقر رئاسة الأركان التركية وتنسيق الجهود بما يخص إنشاء المنطقة الآمنة شرقي الفرات في سوريا. السلطات اللبنانية توقف عشرات السوريين بينهم أطفال في بلدة السويري البقاعية خلال اليومين الماضيين بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي. وزير التجارة الأمريكية ويلبر روس يقول إن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. مقتل وإصابة عشرات الأشخاص نتيجة التدافع عند مدخل إحدى أبواب الصحن الحسيني في مدينة كربلاء العراقية أثناء إحيائهم ذكرى عاشوراء. المملكة العربية السعودية تلغي رسميا رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنتحدث إذن في ملفنا الثاني كما أسلفنا عن خطوات ما بعد الدوريات المشتركة بين واشنطن وأنقرة شرقي الفرات. قال وزير الدفاع التركي مولود تشاويش أغلو، قال إن بلاده ستدخل شرق، أو وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أغلو قال إن بلاده ستدخل شرق الفرات في حال لم تحصل على نتائج من التعاون مع واشنطن. وأكد أغلو أن الخطوات التي اتخذها الجانب الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة هي خطوات تجميلية ليس إلا. نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش مع ضيوفنا. الخطوة الأولى في إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات لم تكن محل رضا تركي، فالدوريات المشتركة التركية الأمريكية التي انطلقت الأحد الفائت لم تتكرر حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن هناك من بنى على تلك الخطوة. المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان كشف للعربية نت عن خطوتين مقبلتين بعد تسيير الدوريات المشتركة. دراسة ملف عودة اللاجئين من أبناء مناطق الإدارة الذاتية إلى مناطقهم هي الخطوة الأولى التي تحدث عنها عثمان. المتحدث قال إن الخطوة التالية بعد ذلك ستكون تدريب قوات المجالس المحلية العسكرية من قبل الجانب الأمريكي على حد قوله. الجانب التركي لم يصدر أي تعليق رسمي حول تحديد عودة اللاجئين بسكان المنطقة الأصليين كما اشترط عثمان، إذ كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أنه يريد إعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى المنطقة الآمنة. الخطوات التي اتخذها الجانب الأمريكي حول المنطقة الآمنة تجميلية، هذا ما عبر عنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي، متهماً الولايات المتحدة بالمماطلة في إقامة المنطقة على غرار الاتفاق حول منبج على حد قوله. الخطوات التي اتخذها الجانب الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة هي خطوات تجميلية. الأمريكيون يماطلون في إقامة المنطقة الآمنة في سوريا كما فعلوا سابقاً في منبج. فهل سيصل الجانب الأمريكي والتركي لاتفاق يرضي أنقرة وقسد قبل المهلة التي حددها الرئيس التركي أواخر أيلول للتحرك شرق الفرات؟ وهل ستتحرك تركيا منفردة بعد انقضاء المهلة كما هدد أردوغان؟
معنا هنا في الاستوديو الأستاذ حسن النيفي المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حسن على شاشة حلب اليوم مرة أخرى. يعني لو بدأت مع حضرتك، لماذا تحاول واشنطن المماطلة فيما يخص شرق الفرات والمنطقة الآمنة؟ يعني نحن بداية نقول أن واشنطن تهدف إلى تحقيق معادلة يبدو فيها من الصعوبة الكثير. المعادلة تقتضي هو الحفاظ على تركيا كحليف تقليدي استراتيجي في المنطقة، وفي الوقت ذاته أيضا الحفاظ على الحليف المحلي قوات سوريا الديمقراطية كأداة تنفيذية لها في منطقة شرقي الفرات. المشكلة أن هل ستنجح في بهذه المعادلة التي تفكر بها؟ هي حتى الآن تحاول ذلك، وربما نرى يعني هذه التداعيات التي فيها الكثير من الشد والجذب بين الجانب التركي والجانب الأمريكي هي بسبب محاولة أو سعي الولايات المتحدة لتحقيق هذه المعادلة. نحن لو عدنا إلى اتفاق مماثل هو اتفاق الرابع من حزيران أيضا بين أنقرة وواشنطن بخصوص مدينة منبج. الاتفاق الرابع من حزيران كانت ملامحه أوضح، وربما كانت نوايا الولايات المتحدة جدية أكثر، ولكن مع ذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تماطل وتماطل إلى أن تم تجميد ذلك الاتفاق. يبدو أن الاتفاق الثاني وهو اتفاق السابع من آب بخصوص منطقة شرقي الفرات والذي ولد بعد محادثات كانت شاقة، ونحن نعلم أنه كانت هناك يعني فترتان كل فترة أسبوع لجيمس جيفري يقضيها في أنقرة في محاولة منه لإقناع الجانب التركي ليس إقناع وإنما بمحاولة امتصاص ردة الفعل التركي والحنق التركي، وربما أنه أفلح في ذلك الحقيقة. لأن الآن أيضا وزير يعني الدفاع الأمريكية أو وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أنه نيتها إرسال وفد عسكري أمريكي إلى أنقرة مرة أخرى لزيارة مقر رئاسة الأركان التركية والتنسيق بينهما. يبدو أن هذه الزيارات كلها يعني نحن دعونا نعود إلى نص الاتفاق. نص الاتفاق بالأصل يعني هو يشير إلى ثلاثة مسائل أساسية، وهذه المسائل هي في غاية الغموض. يعني إذا تذكرنا اتفاق السابع من آب يقول بالدرجة الأولى إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك مخاوف تركيا على أمنها القومي وستعمل لمعالجتها. هذا كلام بالعموم. كلام عام. ثم المسألة الثانية، سيبادر الطرفان الجانب الأمريكي والجانب التركي إلى إنشاء مراكز عمليات مشتركة بأقرب فرصة ممكنة. لاحظ حتى لا يوجد جدول زمني، بأقرب فرصة ممكنة. هذا أيضا كلام عام. ثم الجانب الثالث أو البند الثالث وهو سيعمد الطرفان إلى إنشاء ممر سلام. إذن هي سموها ممر سلام وليست منطقة آمنة أو ما سواها. هذا الممر حتى الآن لا يوجد هناك اتفاق دقيق على هل هو بعمق 5 كيلومتر أم 14 كيلومتر أم 40 كيلومتر كما تريد أنقرة. لذلك قلنا منذ أن صدر هذا الاتفاق السابع من آب أن هذا اتفاق اسمه اتفاق الخطوة بخطوة، أي كل تطبيق خطوة من هذا الاتفاق هي بحاجة إلى عودة إلى نقطة الصفر وبناء اتفاقات جديدة، وهذا يعتبر نجاح للجانب الأمريكي في استثمار عامل الوقت والمماطلة. طيب على كل أحوال من المفترض أن يكون معنا أيضا الأستاذ كاوا أزيزي الدكتور في العلوم السياسية من أربيل. مرحبا بك دكتور كاوا على شاشة حلب اليوم. يعني ما هي الخطوات المتوقعة برأيك شرق الفرات في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص المنطقة الأمينة؟ مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون حلب اليوم. مساء النور. في الحقيقة شرق الفرات يعني عليها أزمة كبيرة جدا، وخاصة من الطرف التركي، لأنه الاتفاق الموجود حاليا بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى الآلية الأمنية أو ما يسمى أيضا بالمنطقة الآمنة، هناك خلاف كبير في وجهة نظر الأمريكي ووجهة نظر التركي. فاليوم بعد تطبيق المشروع بيوم واحد، الرئيس التركي أردوغان صرح بأنه لا يمكن أن يقبل بهذا الشكل. يبدو أن تركيا
تريد أشياء أكثر من آلية أمنية. فعلى ما يبدو أن تركيا ترغب بالسيطرة العسكرية على المنطقة وتفريغ المنطقة من سكانها وإسكان مليون ونصف طيب. من السكان الآن برأيك هل يعني أنقرة تخشى من تكرار سيناريو منبج وعدم التزام الأمريكان، لذلك هي يعني وضعت الخيار العسكري، ونرى الرئيس التركي يعني يهدد أنه نهاية هذا الشهر سوف يعني يدخل عسكريا إن لم يتم تنفيذ الاتفاق. الاتفاق كما صرح يعني مثل ما يفكر فيها الأمريكيون، الأتراك لا يفكرون مثله. طيب بماذا يفكر يعني الأمريكيون؟ الأمريكيون يفكرون بأنه هذه المنطقة سيتم تفريغها من سلاح ثقيل العائد لقسد، وسيتم تغيير مكان قصد بعشرة أو 15 كيلومتر إلى الجنوب بعيد عن حدود التركية، وسيتم انتخاب إدارة جديدة وحرس حماية الحدود وبوليس للإدارة، أن هاي المنطقة لا تشكل أي خطر على الأمن القومي التركي. أما تركيا لا تريد هذا الشيء. نعم. تركيا تريد تصفية كل شرق الفرات من العرب وإسكان أو بناء قرى ومدن في المنطقة الكردية وتعريبها بشكل كامل كما حدث عام 1973 بأيام النظام البعث بما يسمى بالحزام العربي، ويريد إكمال هذا الحزام وطرد الكرد عملياً وتصفية القضية الكردية في شمال شرق سوريا. نعم. على كل الأحوال يعني أعتقد هذا سيشكل خلاف كبير جدا بين تركيا والأكراد بغض النظر هم طيب. تابعين للPKK أو ضد الPKK. على كل سوف نعود لنقاش هذه النقطة تحديدا. يعني كانت تركيا تتحدث تقول إنها ليست ضد الكرد، يعني دائما يعني كان المسؤولون الأتراك يشددون على هذه النقطة ويقولون نحن بالعكس نريد أن نعيد الكرد قبل العرب إلى قراهم بعد أن تم تهجير الكثير منهم من قبل بعض هذه الأحزاب التي تعتبرها أنقرة يعني امتداد لحزب البيكيكي التركي. على كل سوف أتابع مع حضرتك بعد الفاصل. مشاهدينا بعد الفاصل، بعد تهديد تركيا بدخول شرق الفرات نهاية هذا الشهر، هل هناك فرصة متبقية لاتفاق تركي أمريكي بشأن المنطقة الآمنة؟ ابقوا معنا. أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض، خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية، تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، نحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين. برنامج اقتصاد سوري قدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم ثنايا الخبر، نتحدث عن خطوات ما بعد الدوريات المشتركة بين واشنطن وأنقرة شرقي الفرات. قناة حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على صفحتها في فيسبوك، وكان نص السؤال: هل تعتقد أنه ما يزال هناك فرصة للاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الأمنة بعد تهديد تركيا بدخول شرق الفرات نهاية هذا الشهر؟ وكانت النتائج على الشكل التالي: 34% أجابوا بنعم، فيما أجاب 66% من المستطلعة آراؤهم بلا. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ حسن النيفي المحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ حسن. وأيضا معنا من إربيل الأستاذ أو الدكتور كاوا عزيزي، دكتور في العلوم السياسية من إربيل. بالعودة إليك أستاذ حسن، يعني النتيجة كيف تعلق عليها؟ يعني نتيجة تقريبا ثلثان لثلث. يعني مع احترامي لهذا الاستطلاع، ولكن علينا يعني أن نقول هذا الأمر يتوقف على جدية الطرفين، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، على إيجاد حلول ربما تتفادى الكثير من المخاطر التي تهدد تلك المنطقة. واضح أن الطرفين أو أن كل طرف سواء واشنطن أو أنقرة لها أولويات. إشكالية تركيا مع حزب البايدي، حزب الاتحاد الديمقراطي، هي إشكالية تاريخية يمتد جذرها إلى إشكاليتهم مع حزب العمال الكردستاني، وأعتقد يعني هم متشددون إزاء هذه القضية، ولا نتوقع أي تهاون يعني أو تنازل في هذه القضية. في الوقت ذاته يعني من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الراهنة أو من استراتيجياتها هو الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية كحليف محلي لمواجهة، كما يعني هي ترفع شعار مواجهة إيران في القسم الشرقي من المنطقة. أعتقد لو كانت هناك نوع من المرونة، وخاصة الإشكال الأكبر هو الآن الكرة في ملعب الأمريكان. الأمريكان هم يمارسون سياسة الاحتواء، وهذه المسألة أعتقد أنها أصبحت فاضحة بالنسبة للجانب التركي، أي سياسة استثمار الوقت والمماطلة. يعني كما حدث في اتفاق منبج، اتفاق منبج هو اتفاق موقع ووقع عليه الطرفان ولم ينفذ منه سوى الجزء الرمزي هو الدوريات المشتركة. ما يخشى منه أيضا في اتفاقية السابع من آب أن تقتصر أيضا على هذه الدوريات يعني المشتركة. استنساخ لاتفاقية منبج، وربما من أجل هذا الأمر يعني رفعت تركيا من سقفها ومن لهجتها أيضا. أستاذ كاوا ضيفنا من أربيل، يعني هل يمكن للرئيس التركي أن ينفذ تهديداته بالدخول عسكريا شرق الفرات منفردا، وحتى إن لم ترضى واشنطن نهاية هذا الشهر كما قال؟ أعتقد أن الحكومة التركية أو الحكومة التركية لها 700 عام من الدبلوماسية، ويعرفون جيدا كيف تستوي الأمور. منطقة شرق الفرات ومنطقة طبقة وهذه المناطق هي مناطق نفوذ أمريكية، من دون رضا أمريكي الدخول عسكريا من طرف واحد يعني إعلان حرب على أمريكا، وهذا مستبعد جدا أن يقدم عليه الرئيس التركي، كونه أصلا يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا، وله مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي أيضا. وبالتالي أعتقد من الصعب جدا تنفيذ هذه التهديدات، وهذه التهديدات هي أصلا لتغذية مطامع داخلية، يعني له مشاكل مع المعارضة ويريد الحفاظ على مواقع حزب AKP، وبالتالي التهديد الكرد نوعا ما يجب له تأييد داخلي. نعم، سأعود إليك أستاذ حسن، يعني ما رأيك، هل يعني أنقرة بوارد دخول الحرب رغم كل شيء؟ وكما تحدث أيضا ضيفنا، يعني هنالك أيضا داخليا معارضة وفوز بإسطنبول وولاية إسطنبول، يعني هنالك أمور كثيرة، هل سوف تذهب أنقرة بالفعل إلى حرب؟ يعني الآن التصعيد الإعلامي من جانب تركيا والتهديد بالدخول منفردة إلى شرق الفرات، هو هذا أحد الأوراق
هو سلاح من أسلحة المعركة الدبلوماسية، ولكن إذا جئنا إلى واقع الأمر، الدخول كما قال ضيفك الكريم، يعني الدخول إلى شرق الفرات، يعني أن حرب ضد واشنطن سيطرح عدة أسئلة. هل مثلا ستقف واشنطن متفرجة؟ هل ستدعم قوات سوريا الديمقراطية؟ وهل هذا الدعم سيقتصر على السلاح مثلا النوعي فقط أم سيكون مشاركة في القتال؟ وهل تركيا الآن في وقت يؤهلها للدخول إلى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الأسئلة أعتقد يعني تفتح على تركيا باب لا أحد يعرف إلى أين ينتهي. أعتقد يعني الحسابات التركية هي دقيقة أكثر من أنه تباشر إلى هكذا خطوة قبل استنفاد الوسائل. إذن هي ورقة ضغط يعني ليس إلا بالتأكيد يعني طيب. معروف دائما التصعيد الإعلامي يسبق المباحثات، يعني هذا والتفاوض. سلاح من هو ورقة من الأوراق العملية السياسية. طيب خلاف هذه الورقة يعني على صعوبتها ويعني عدم إمكانية حدوثها إن صح التعبير يعني ودخول حرب مع واشنطن، ما هي الأوراق التي تمتلكها أنقرة لتفرض رؤيتها وشروطها شرق الفرات؟ يعني الأوراق التي تمتلكها أنقرة منها ما هو أوراق دعني أسميها طبيعية تفرضها الجغرافيا، ومنها أوراق سياسية. الأوراق التي تفرضها الجغرافيا هي هذه الحدود المشتركة مع سوريا على طول 900 كيلومتر، يعني لا يمكن أن يكون هناك حتى في المستقبل استقرار في سوريا دون مشاركة الجانب التركي. المسألة الحيوية بالنسبة إلى تركيا هي أن سوريا هي الرئة الاقتصادية لتركيا تجاه بقية الدول العربية، فلا أعتقد أن الاهتمام بالمسألة السورية هو فقط يتوقف على الجانب السياسي أو المشكلة مشكلة حزب العمال الكردستاني، هناك مسألة اقتصادية أيضا في الموضوع. أيضا من الأوراق التي تملكها تركيا والتي رأينا الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان يهدد فيها أوروبا بأننا سنفتح الحدود أمام اللاجئين للذهاب إلى أوروبا إن لم تدعموا مسألة أو مفهوم المنطقة الآمنة. وهذه الأوراق كلها ما زالت في الوقت الحاضر هي قابلة للاستثمار إلى الآن لم يستثمرها. طيب لو عدت إليك أستاذ كاوا وربما أنهي مع حضرتك، يعني الوقت يتداركنا نوعا ما، برأيك يعني لو يعني وضعنا نفسنا مكان واشنطن، أو لو هل يمكن لواشنطن يعني أن تضحي بأنقرة من أجل أن تبقي ذراعها في المنطقة، وأقصد هنا قسد؟ أعتقد كما أشار زميلنا قاعد جنبك أنه أوراق لعب تركيا ليست فقط المنطقة الآمنة، هناك يعني أوراق اقتصادية، هناك مجالات تجارية ومجالات أخرى، وبالتالي أيضا أن علاقة أمريكا بقسد أعتقد أنه لم تعد علاقة تكتيكية. هل هي علاقة حليف استراتيجي مثل تركيا؟ أولا للكرد أصبح دور في المعادلة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولم يعد قضية مهمشة كما تم تهميشها في الحرب العالمية الأولى والثانية. هاي نقطة. النقطة الثانية، طيب، من دون حل القضية الكردية لا يمكن جلب الأمن والأمان إلى المنطقة، ولا يمكن إيجاد توازن في سوريا وعلى منطقة الشرق الأوسط الجديد الذي يحاولون ترسيم حدوده. وهذا ليس نحن من نرسم الحدود، هناك أمريكا، هناك روسيا، هناك إسرائيل، هناك الاتحاد الأوروبي، هم من سيرسمون حدود الشرق الأوسط الجديد. شكرا. كما رسموا حدود الشرق الأوسط القديم. وبالتالي القضية الكردية لن تعد مقتصرة على العلاقة الأمريكية مع قصر، العلاقة الأمريكية مع أقليم كردستان، العلاقة الأمريكية مع كل إيران. على كل انتهى الوقت، ولكن لا أدري هل القضية الكردية مقتصرة على قصر فقط يعني وبقائها للقصر. أيضا قوة كبيرة وليس قصر لوحدها. أي. قصر جزء من القضية. طيب أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ويبقى طبعا
كل ما تفضلت بحضرتك هو رأيك. أشكر جزيل الشكر أستاذ كاوا عزيزي الدكتور في العلوم السياسية، كنت معنا من أربيل. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ حسن النيفي المحلل السياسي، شكرا لك أستاذ حسن. كما أشكر الأستاذ إبراهيم الأدبي الكاتب الصحفي، كان معنا من الحدود التركية السورية. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم بخير وإلى اللقاء. الله يعطيك ألف عافية، شكرا، شرفتنا.